اول خبر في عدد اليوم الجورنال فير جاب عنوان الطاوسي تمنيت لو سجل هذا اللاعب في مرمى مولديش وجده. وقال رشيد طاوسي مدرب فريق الرجاء انه كان كيتمنى باش يسجل زكريا الهبطي هدف مباراه الفريق الماضيه ضد المولوديه الوجديه. واشاد طاوسي بعد نهايه اللقاء واللي عرف فوز النصر الخضر بهدفين دون رد بمستوى بعض اللاعبين الشباب اللي اشركوا في المواجهه خاصه عبد الله فرح وزكريا الهبطي وسفيان بن جديده، واشار لان الهبطي كان معاقب بالحاق بفئه الامل قبل ما يرجعوا للفريق الاول. واكد طاوسي بانه لا خوف على فريق الرجاء والامل غيجي ان شاء الله عن طريق الصبر. وابرز الطاوسي بان فوز الرجاء على وجده جا في وقته بعد مرارة الاقصاء من دوري ابطال افريقيا ضد الاهلي المصري، وشال ان غضب وضغط الجمهور الرجاوي شكل حافز للطاقم التقني واللاعبين لاجل تحقيق 3 نقاط مهمه في البطوله. تشخيص إصابة لاعب الرجاء عبد الصمد البداوي. وتعرض عبد الصمد البداوي لاعب فريق الرجاء الرياضي الاثنين الماضي لتشنج عضلي على مستوى الساق الأيمن، وذلك في مباراة النسور ضد المولودية الوجدية برسم جولة 21 من منافسات البطولة الوطنية. ووضح طبيب فريق الرجاء أن إصابة البداوي ما كدعوش للقلق والنتيجة فقط على غيابه المدة على الميادين، بحيث منتظر باش يكون حاضر في الحصة التدريبية الجماعية للفريق المقبلة تأهبا لمباراة الخميس المقبل ضد الفتح الرباطي. ولقى أداء البداوي اللي خاض مباراة الاثنين الماضي كأساسي مكان عبد الإله مذكور استحسان الجماهير الرجاوية واللي ساندته طالت 85 دقيقة اللي خاضها، وعبروا بذلك على رضاهم التام المقدم داخل رقعة الميدان. حصة لإزالة العياء للاعبي الرجاء قبل استئناف التدريب تأهبا لمواجهة الفتح الرباطي. وفي تفاصيل الخبر خضعوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي أمس الثلاثاء لحصة خفيفة لإزالة العياء بإحدى المراكز المتخصصة بحي المعارف مدينة الدار البيضاء. وأكد الناطق الرسمي للفريق الأخضر أن رشيد طاوسي قرر عدم خوض حصة تدريبية مركب الوزيز لتفادي إصابة بعض اللاعبين اللي كيعانيو من ضغط المباريات، ويخوض النصر الخضر اليوم الأربعاء آخر حصة تدريبية قبل شد الرحال صوب مدينة الرباط تأهبا للمباراة المقبلة ضد الفتح الرباطي برسم جولة 22 من البطولة الوطنية واللي غتجرى غدا الخميس ابتداء من 10 مساء. هذا مضمون تدوينة بطوي لاعب فريق الرجاء الرياضي. وأثارت تدوينة عبد المنعم بطوي لاعب فريق الرجاء الاثنين الماضي الكثير من التأويلات بعد المباراة اللي جمعت رفاقه بالمولودية الوجدية، وتضمنت تدوينة بطوي اللي نشرها على شكل ستوري بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة القميص رفقة المنتخب الوطني المحلي مرفوقة ببعض علامات الاستفهام. وأكدت عدة منابر أن حركة اللاعب عبد المنعم بطوي جات رد على قرارات المدرب رشيد طاوسي اللي ما منحوش منذ قدومه أي فرصة للاعب ضمن مباريات الفريق الرسمية. وكان بطويل عميد فريق شباب محمدية قبل توقيع في كشوفات الرجاء في ميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، مع العلم أن بطويل كان ارتبط اسمه خلال الميركاتو الماضي بالغريم التقليدي قبل ما يقرر تغيير الوجه لفريق الرجاء الرياضي في آخر دقائق الميركاتو. متولي يعتذر عن تصرفه في مباراة الأهلي المصري. وفي التفاصيل اعتذر محسن متولي عميد فريق الرجاء الرياضي على خلافه مع رشيد طاوسي مدرب الفريق الأخضر في مباراة الأهلي المصري برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. واعتذر متولي من زملائه والطاقم التقني في الحصة التدريبية بعد الإقصاء من وصفة الأبطال، وكان متولي طلب من طاوسي السماح له بمواصلة اللعب في مباراة ضد الأهلي في دونور إلا أن المدرب أصر على تغييره ببن جديدة، وهو الأمر اللي ما تقبلوش العميد الرجاوي واللي وجه انتقادات للطاوسي رد عليه الأخير بانفعال أمام الجماهير الرجاوية اللي كانت حاضرة عدد غفيرة. وكانت التقطات عدسات الكاميرا متولي وهو كيتوسل للطاوسي من أجل تمكينه من مواصلة اللعب، غير أن الأخير رفض ذلك وطلب من بن جديدة الدخول للمشاركة في اللقاء، ما أغضب متولي اللي وصل انتقاده للطاوسي بعد مغادرته الملعب وجلوسه في كرسي الاحتياط. الابراهيمي ما خسرناش ب 5-0 باش نعتذروا لجمهور الرجاء. واستغرب عصام الابراهيمي الكاتب العام لفريق الرجاء الرياضي من الاصوات الرجاويه اللي طالبت المكتب المديري للنادي الاخضر بتقديم اعتذار للجماهير عقب اقصاء فريقه من دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ضد الاهلي المصري. ووضح عصام الابراهيمي في خرجه اعلاميه ان المكتب المديري لفريق الرجاء ما يقدم حتى اعتذار بعد اقصاء الفريق الاخضر من مسابقه عصبه الابطال، وشدد بالقول ما خسرناش مع الاهلي المصري ب 5-0 باش نقدموا اعتذار للجماهير الرجاويه واللي خطا هو اللي كيعتذر. وضاف الإبراهيمي في الحوار اللي أجرى على صفحة ديغبي فوت بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن فريق الرجاء خرج مرفوع الرأس من مسابقة عصبة الأبطال، وأنه ودع المسابقة القارية بضربة الجزاء الفضيحة اللي تبع العالم أسره.
مسير الرجاء يقدمون شكاية ضد شيبولي لهذا السبب. وفي تفاصيل الخبر قرر المكتب مسير فريق الرجاء الرياضي تقديم شكاية لإدارة قناة بين سبورت القطرية ضد الدولي المغربي السابق والمحلل الرياضي يوسف شيبو بعد ما وصف مسير النصر بالإقزام فكريا. وكان شيبو حمل مسؤولية إقصاء فريق الرجاء مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية على يد الأهلي المصري إدارة النصر. وقال في استوديو التحليل بقناة بين سبورت المكتب مسير فريق الرجاء كيضم الأقزام ماشي من حيث الحجم بل من حيث الأفكار والتسيير، مكتب فاشل وما كيستحقش تسيير نادي بحجم فريق الرجاء. وضاف شيبو الرجاء الرياضي ما كيملكش حتى نصف مهاجم وكل الأجانب صفقات فاشلة وما قدموا حتى إضافة، الإقصاء كان متوقع نظرا لمستوى الرجاء والمكتب كيتحمل المسؤولية. وتابع شيبو تبيع مالونغو رحيمي والحفيظي وباغي المنافسة على الأصبع كيفاش غدير ليها؟ بهذا المستوى فريق الرجاء الرياضي ميمكنش ليه المنافسة على الألقاب. هذا هو الرئيس الجديد المحتمل لفريق الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر ومباشرة بعد الإقصاء الغير متوقع لنادي الرجاء الرياضي بعصبة الأبطال الإفريقية كيعيش النادي الأخضر على واقع الانقسام الداخلي بين المؤيد والمعارض لاستمرار المكتب المسير الحالي برئاسة أنيس محفوظ قبل ما يخرج عبد الإله فهمي ويأكد على موافقة رئيس نادي ليل الفرنسي السابق لتولي منصب مدير عام لفريق الرجاء. وأكد اللاعب السابق لفريق الرجاء فهمي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن لوك ديون الرئيس السابق لنادي ليل الفرنسي عرض عليه تولي رئاسة الرجاء ومساعدته في هذا الأمر. فيديو اللي عرف تفاعل واسع في منصات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار النادي الأخضر اللي بدورهم غير راضين بتاتا على استمرار المكتب المسير الحالي لفريق الرجاء وساندوا فهمي في هذه الخطوة عبر التعليقات والبارتاج الفيديو اللي قام به. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.